قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إن تنمية قطاع إنتاج التمور في مصر يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية. وأشار خلال لقائه ممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أشار إلى أن صادرات التمور المصرية شهدت زيادة خلال العام الماضي بنسبة 8% وخفض الواردات من التمور المصنعة بنسبة 55%.